سلام القدس عليكم وإليكم أحبائي وعزائي متابعي برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 87 من العام 2019. عنوان هذه الحلقة: سوريا إلى البناء ولبنان في الانتظار. هذا العنوان مستوحى من التطورات التي تشهدها المنطقة، خصوصا في الساحتين السورية واللبنانية، باعتبار الوضع في العراق يحتاج إلى المزيد من التأني في مقاربته وعدم التسرع في إصدار الأحكام، انطلاقا من أن ما نشهده في لبنان على مستوى أعلى وأكثر دموية نشهده في العراق، وعلى مزيد من الضبابية والغموض، رغم ميزان القوى الذي يبدو بوضوح أن قوى المقاومة لا تزال تمسك بناصيته، وأن القوى السياسية التي تحاول استثمار الحراك الشعبي من أجل تغيير وجهة العراق الإقليمية ومن أجل إعادة النظر بالخيارات الكبرى التي يمثلها العراق في محور المقاومة لا تزال ضعيفة، رغم قدرتها على إشاعة الفوضى وعلى تخريب الوضع الأمني وعلى دفع الأمور نحو مزيد من المواجهة. في حلقة قادمة إن شاء الله، الحلقة القادمة إذا لم يكن هناك من تطورات كبيرة، سوف نفرد نصفها لمتابعة الوضع في العراق. الآن لماذا نبدأ من سوريا؟ نبدأ من سوريا لأن كما قلنا في الحلقة السابقة، قراءة الإقليم كانت وستبقى تبدأ من سوريا. المعركة الكبرى للسيطرة على المنطقة لا تخاض في لبنان ولا في العراق. لقد سبق للأمريكيين أن تمكنوا من تحقيق تقدم أكبر بكثير من الذي نشهده الآن في الساحتين العراقية واللبنانية. هذا من أجل أن تهدأ بعض النفوس المضطربة والقلقة، والتي ربما الضباب الذي يحيط بالساحتين العراقية واللبنانية يدفعها إلى الخوف والقلق على مستقبل قوى المقاومة وخياراتها وإمساكها بناصية الأمور، أو ربما البعض يستبشر خيرا بهذه الحركات الشعبية ويرى بأنها بداية مسار جديد، دون أن يأخذ في الاعتبار أن القوتين المحوريتين في المنطقة واللتان يستحيل أن تجري خارجهما عملية الاستقطاب هما أمريكا وجماعاتها من جهة وقوى المقاومة من جهة أخرى. لا مكان لقوة ثالثة لا تحدد موقفها من هذا الاستقطاب. أنا لا أقول لا مكان لقوة ثالثة خارجهما، لا يوجد مكان، لكن هذه القوة الثالثة مطالبة ومدعوة بحكم حدة الاستقطاب وطبيعة المواضيع المطروحة على بساط البحث لا تستطيع أن تتقدم إلى المسرح السياسي ما لم تحدد موقفها من هذا الاستقطاب. يعني ما بتقدر قوة بلبنان أو بالعراق أو بأي منطقة أن تتحدث عن أنها أصبحت قوة سياسية حاضرة ومساهمة ومشاركة في رسم مستقبل البلاد إذا ما عندها موقف من إسرائيل. شو بدها تعمل بالصراع مع إسرائيل؟ شو بدها تعمل بمشروع الهيمنة الأمريكية؟ شو موقفها من المقاومة وسلاح المقاومة وقوة المقاومة ومشروع المقاومة؟ بس توصل إلى السياسة يعني بتبقى قادر تقول أنا يا أخي ما خصني، أنا عم بحكي بالفساد، أنا عم بحكي ببناء الدولة، وهي الأمور أنا برأيي هي الأسهل، هي الأسهل في الخيارات وليست الأسهل في الحلول، هي الأصعب في الحلول لكنها الأسهل في الخيارات. يعني سهل كتير أنك تقول مثلا القوات اللبنانية بتقدر تكون موقفها في مسألة البيئة ضد عملية خراب البيئة وضد الكسارات وضد المرامل وضد الفلتان على الطبيعة وضد معامل البلاستيك وإلى آخره، وفيها تكون القوات اللبنانية في مسائل كثيرة تتصل بالخير العام، خلينا نقول يعني بالجمالية وبالبعد الاقتصادي، فيها تكون منحازة إلى طبقات الشعبية، فيها تكون في مكافحة الفساد نأت بنفسها، وطبعا هذا كله حوله علامات استفهام، بس أنا عمول فيها تكون، مش عمول هي هيك، لا هي مش هيك، لكن هي بتقدر تكون لو كانت يعني قوة فاشية تقليدية. القوة الفاشية التقليدية في أوروبا اللي بيعرف تاريخ كانت منحازة إلى الطبقات الشعبية، وكانت قوة شعبية، وكانت قوة تدافع عن نظافة المجتمع ونظافة البيئة ونظافة السياسة وابتعادها عن الرشاوة والفساد. وأصلا الفارق بين القوى الفاشية والقوى الديمقراطية كان يقوم على أن القوى الفاشية أشد تطرفا
في مواجهة الظواهر النافرة في المجتمع، في مواجهة الفساد، وفي مواجهة السيطرة الإقطاعية، وفي مواجهة العائلية السياسية، وفي مواجهة التقليد السياسي، وفي مواجهة دور الكنيسة، وفي مواجهة، يعني هي تشبه القوى الديمقراطية أحيانا في كثير من الأهداف، لكن جوهر الاختلاف الأساسي أنها كانت تقوم القوى الفاشية على نقطتي افتراق كبيرتين. النقطة الأولى هي إيمانها بالمفهوم العرقي العصبي العنصري لتكوين المجتمع، والنقطة الثانية هي إيمانها بالعنف. وبالتالي تقدر القوات اللبنانية كانت أن تكون قوة عنصرية بهذا المعنى، لبنانية أو مسيحية، وقوة متمسكة بالعنف سبيلا في تحقيق أهدافها، لكن تكون أكثر إخلاصا للشروط التقليدية التي تمتعت بها القوى الفاشية النموذجية، لجهة الالتزام بالفقراء والالتزام برفض الفساد ورفض الإقطاع ورفض دور الكنيسة. ولكن هذا بلبنان ما بيزبط إذا ما، هاي اللي عم بقصد أقوله، كنت الفكرة إذا ما ارتبط بخيار واضح. لما بتفوت على السياسي ما بيعود فيك، تبقى قوة هامشية اجتماعية، بتبقى جمعية تتعاطى الشأن العام بالقضايا التفصيلية اللي هي مهمة، بس اسمها بالسياسة تفصيلية، اللي هي مثل ما عم قول البيئة والدخل والاقتصاد والفوائد والفساد. بس توصل على السياسة يعني تصير بدك تتدخل بتشكيل الحكومات وتتدخل بالانتخابات، بدك تجاوب على الأسئلة الكبرى: أين لبنان من مشروع الهيمنة الأمريكية؟ أين لبنان من سلاح المقاومة؟ أين لبنان من الأطماع الإسرائيلية والعدوانية الإسرائيلية؟ وبالتالي إذن الاستقطاب الحاكم كان وسيبقى هو الاستقطاب بين مشروع تقوده واشنطن وفي قلبه إسرائيل والسعودية، وهذا مشروع ما بيقدر يكون ديمقراطي وبقلبه السعودية، وما بيقدر يكون وطني وبقلبه إسرائيل، وما بيقدر يكون سيادي ورأسه أمريكا التي تسعى لفرض شروطها وإملاءاتها على دول عظمى مثل الصين ومثل روسيا، فما بالك بدول يعني لا تملك قدرات هذه الدول العظمى مثل لبنان. وأمامنا ملف العقوبات وسواه. وطبعا ملفت لما بدنا نحكي عن الوضع الشعبي بلبنان والوضع الشعبي في العراق، التجاهل الكامل من قبل القيادات التي تقدم نفسها أنها قيادات شعبية وأنها تتبنى حركة الاحتجاج الشعبي على الفساد والاحتجاج الشعبي على الفقر، وتنظر له وتقدم له الشعارات والبرامج، ثم تتهرب من أن تقول كلمة واحدة عن كيف أن أمريكا رعت الفساد في لبنان، سهلت تراكم الدين. قلنا 30 سنة البنك الدولي اللي بيديننا والبنوك الغربية اللي بتديننا، مش حدا تاني، برعاية أمريكية وبقرار وتوقيع أمريكي، وبدون أمريكا فرانك ما بينصرف. مد الحبل للفساد اللبناني كي يتعاظم وللدين اللبناني كي يتراكم بقرار أمريكي، ولبنان محارب أمريكيا من خلال منع النازحين من العودة إلى سوريا، ومحارب أمريكيا من خلال العقوبات المالية التي تتخذ من حزب الله عنوانا لها، وهذا عنوان معادي للشعب اللبناني. مش صحيح أنه هو يستهدف فئة لبنانية بتخص أمريكا وبتخصها، لا، هو يعاقب حزب الله لأنه قاتل دفاعا عن لبنان، ولأنه واجه إسرائيل وحرر أرضا لبنانية من احتلالها وتصدى لعدوانها على لبنان. وبالتالي ما سمعنا حدا عم بيقول أنه يعني أي سياسة وطنية في لبنان، أي حكومة إنقاذية في لبنان معنية بأن تواجه سياسة العقوبات الأمريكية، معنية بأن تواجه سياسة الانفلات الأمريكي التي أدت إلى تراكم الدين وإلى تنامي الفساد برعاية المجتمع الدولي وحمايته وتشجيعه حتى وصل لبنان إلى هذه المرحلة. وأي واحد بدقق شوي بيعرفهم لهول وبيعرفوهم الشباب، لكن تفاديهم كان بيبقى مقبول إلى حد معين، يعني بمعنى مغضوض النظر عنه لتوصل للسياسي. بس توصل للسياسي بدك تصطدم بهذا الحاجز اللي بدك تجاوب عليه، وين بدك لبنان يكون؟ في محل وسط بين المحورين بدك تقول علنا، ما فيك تبقى تتهرب من الإجابة عن هذه الأسئلة الكبرى الكيانية والوجودية والمصيرية. لذلك أنا بقول أنه بعدنا قوى الحراك الشعبي بطروحات السياسية بقيادات السياسية بعد بدائرة الرمادي، فإذا هي تعترف أنها لم تصبح قوى مقررة سياسيا، لأنه بس بدها تفوت على السياسي ما بتعود تهرب من هول، بصير تقول، لأنه بتقول هذا هو مشروعي للبنان،
أنا لست هنا ولست هناك، هذا مشروعي، أو أنا آخذ من هنا وآخذ من هناك وهذا هو مشروعي. تقدر تقول أنه أنا مع المقاومة في تصديها لمشروع الاحتلال والعدوان وضد العقوبات الأمريكية على المقاومة، لكن أنا أرى أن هناك إمكانية للبنان للانخراط مع المجتمع الدولي ومع الأمريكيين ومع الأوروبيين في سياسات تنبع من المصالح المشتركة. قد يكون لذلك فرصة القول حتى لو لم تكن له فرصة الفعل. الجوهري إذن هو أنه خارج هذا الاستقطاب يستحيل الحديث عن قوة ثالثة لا تحدد موقعها من هذا الاستقطاب، لا تجيب على الأسئلة الأساسية حول هذا الاستقطاب. وهذا الاستقطاب مرق على لبنان والعراق مراحل كانت فيه القوى التي تتظلل بالقيادة الأمريكية في وضع أفضل بكثير من حالتها اليوم. لذلك ما فينا يعني هون نغمض عيوننا وما نقول مثلا أنه سنة 2005 شو كانت الصورة؟ سنة 2005 كانت أمريكا لا تزال محتلة بعد إلى سنة ونص داخلي على العراق، وكانت بأوج سيطرتها على العراق، وكان الحكم في العراق يعني خاتم في الإصبع الأمريكي، وكانت أمريكا تتصرف وكأن العراق ولاية أمريكية. شو بدها تحلم اليوم تنجز أكثر من العودة إلى ما كانت عليه في 2005؟ طيب يبقى السؤال، لماذا انهار العراق بين يديها وفرط مشروعها في العراق بعد 2005 وهي في هذه الذروة؟ لو كان في أساس، وكانت أمريكا بعد مش مختبرة فشلها في المنطقة لا بالربيع العربي ولا بالعدوان المباشر الذي تجسد في الحرب على ليبيا أو بالحرب على سوريا بشكل غير مباشر، كل هذا ما كان بعد مختبرته، يعني فشلها ما كان متراكم ومتعمق إلى هذه الدرجة. مواجهتها مع إيران ما كانت قد بلغت الطريق المسدود الذي تبلغه الآن. وبالتالي اللي عم يقرأ المشهد قدامه لازم يقرأ أنه بالعراق كانت أمريكا سيدة الموقف وتهاوى مشروعها في العراق، وكل ما تفعله الآن مهما دفع بمشروعها إلى الأمام لن يعيده إلى ما كان عليه في عام 2005. طيب هو ب 2005 سقط. بلبنان سنة 2005 كان اغتيال الرئيس الحريري قد أطلق خطر فتنة مذهبية وغضب في الشارع ودم وانفعال وحالة من الهياج. وشو كان الشارع؟ شارع 14 أذار. كان العماد عون بعده راجع جديد من باريس وبعده على خصومة مع 8 أذار ومع حزب الله، وكان قوة دفع لصالح يعني بتياره وبشعبيته اللي كانت بذروتها آنذاك وترجمتها الانتخابات بما عرف باسم تسونامي، اللي التسمية التي أطلقها وليد جنبلاط على تيار العماد عون في تلك الفترة. القوات اللبنانية كانت يعني كمان بأوج صعودها مع خروج سمير جعجع من السجن بعفو خاص، وبالتالي بعدها بنشوة النصر ونشوة الشعور بمصادر القوة. تيار المستقبل وين وين ما تحكي، يعني في حالة من النمو المتعاظم اللي لم فيه كل شارع طائفته وفوقه بعض الأطراف من الطوائف الأخرى، وفوق منها الحزب التقدم الاشتراكي اللي كان وليد جنبلاط عم بشكل العقل المدبر لحركة 14 أذار آنذاك، كان بذروة الشعور بالقوة لأنه الحزب الاشتراكي هو مناخ سياسي أكثر ما هو قوة دفع جماهيري. وبالمناخ السياسي كان وليد جنبلاط واصل إلى أعلى درجات الخطاب سواء في العداء لسوريا أو في العداء للمقاومة، والأوصاف اللي أطلقها على الرئيس الأسد وعلى سماحة السيد يعني لا يمكن أن تنسى من تلك الحقبة. طيب ورغم ذلك كان الجيش السوري في ظروف قاسية يخرج من بيروت، والقيادة السورية تتلقى ضربة يعني غير مريحة وغير مفرحة، المقاومة بحالة دفاع عن النفس، حلف المقاومة تتفكك منه أطراف كثيرة وتتفلت منه أطراف كثيرة شعورا بالقلق والخوف وبأن مرحلة سوداء تفرض ظلالها على لبنان. ورغم ذلك شو صار؟ إجا عدوان تموز 2006 ليكون تتويج لهذه المرحلة، وانتصرت المقاومة وبدأ بعدها مرحلة جديدة توجت بسرعة أيار 2008 وتلاها مؤتمر الدوحة، ومن ثم يعني المسارات التي اجت الحرب على سوريا. طيب الحرب على سوريا سواء بالنسبة لقوى المقاومة في العراق لنكون صريحين أو بالنسبة لقوى المقاومة في لبنان هي أسوأ الأيام وأكثرها سوادا. كانت سوريا في وضع يعني عم نحكي بال 2012 و13 و14، كان خطر الغزو الأمريكي المباشر قائم، كانت القوات تنظيم القاعدة وداعش بالعام 2014 تتقاسم ثلثي الأراضي السورية،
وبظهرهم تركيا بكامل قدراتها وإمكانياتها، والمال السعودي حدث ولا حرج، والمخابرات الغربية، وكانت المقاومة في لبنان وفي العراق تضع كل ثقلها إلى جانب الجيش السوري في حالة دفاع وقلق وخسارة مناطق ومواقع وخسارات كبرى في الدماء وفي الإمكانات والموارد، وكانت إيران لا تزال تحت الضغوط في العقوبات قبل الوصول إلى التفاهم النووي. لل 2015 بدأ يتغير الميزان، بدأ يتغير الميزان بقوة إمكانات محور المقاومة الشعبية والعسكرية والسياسية وقدراته واستعداداته وروح التضحية ووضوح الصورة والدفاع عن الحق. بالتالي إذا النقطة الأولى اللي بدنا نقولها هي أنه لبنان والعراق لا يصلحان أداة قياس لتوازنات المنطقة الإجمالية، سوريا وحدها أداة القياس، ولهالسبب تم اختيار سوريا. وكان الإدراك التام أنه إذا تم الإمساك بسوريا من قبل المشروع الذي تقوده واشنطن، فبالتأكيد هناك مرحلة جديدة ستفرض نفسها على لبنان وعلى العراق واستطرادا على إيران. وبالتالي من سوريا كانت المعركة الكبرى، وفي سوريا علينا أن نقرأ التوازنات التي تستقر عليها المنطقة. من هون أنا بقول بدنا نبدأ من سوريا حتى ما نضيع البوصلة بقراءة لوين بيروح اللي عم بصير بلبنان، لوين بيروح اللي عم بصير بالعراق. بالأول لوين بيروح الوضع بسوريا؟ إذا الوضع بسوريا رايح إلى مزيد من التراجع، هون أنا بقول أنه اللي عم يقروا ويحللوا استراتيجيا واللي بدنا يحاول يرسموا مشهد إجمالي للمنطقة مطالبين بأن يقروا لوين رايح الوضع بسوريا. إذا رايح الوضع بسوريا إلى مزيد من التدهور وإلى مزيد من السيطرة للمشروع الأمريكي، بصير الوضع بلبنان والوضع بالعراق جناحين لهجوم شامل لتغيير كل قواعد الارتكاز التي تقوم عليها موازين القوى. أما إذا الوضع بسوريا رايح إلى المزيد من ترجمة انتصار الدولة السورية وتكريس سيادتها ووحدتها وسقوط المشاريع الأخرى، فبصير ما يجري على الميمنة والميسرة في لبنان والعراق هي هوامش مناورات لا تغير في التوازنات، لا يمكن أن تقرأ خارج سياق ما حدث عام 2005 وانتهى بانتصار محور المقاومة، ولا ما حدث عام 2012 و13 و14 في ذروة الحرب على سوريا وانتهى أيضا بانتصار قوى المقاومة. فالأصل هو أن نقرأ أين يذهب الوضع في سوريا. أنا بالوضع بسوريا بدي بلش من خطاب الرئيس الأسد، لأنه برأيي يمكن بزحمة الطغيان الذي تحتله على الشاشات الأحداث في كل من لبنان والعراق، كثيرون لم يتابعوا الذي يجري على الساحتين السورية واليمنية. ما إقلال اللي منتبهين أنه باليمن الأمور عم تتسارع باتجاه التسوية، السعوديون يعلنون وقف عملياتهم، المفاوضات بين الحراك الجنوبي وحكومة منصور عبد رب ومنصور هادي تصل إلى مكان يهيئ لبدء التفاوض مع أنصار الله الذين باتوا القوة الوحيدة المحسوم حجم دورها وأهمية دورها في مستقبل اليمن. الأمم المتحدة تضع أوراقها وتهيئ وتستعد بهذا الاتجاه على قاعدة تثبيت وقف النار وفتح مطار صنعاء ومرفأ الحديدة وبدء الحوار في الكويت قريبا. وبالتالي في مشهد يمني حد، في مشهد سوري أفضل مكان لقراءة المشهد السوري هو أن نقرأ الخطاب الأخير للرئيس بشار الأسد. هذا الخطاب اللي بدأ فيه بوضوح الحقيقة مجموعة نقاط. النقطة الأولى مستوى التخاطب الذي أدار من خلاله الرئيس الأسد العلاقة مع الدور الأمريكي في سوريا. واضح أنه الرئيس الأسد المستند بقوة كما قال في الكلام في الحديث إلى ثقته بصدقية وثبات وتماسك ووضوح الموقفين الروسي والإيراني، وإذا كان مبين لما حكي عن الموضوع التفاهم الروسي التركي قال نحن لا يقلقنا هذا، بالعكس أن روسيا ولا مرة إلا وكانت على تنسيق معنا ولا تطرح إلا ما يتم التفاهم عليه، وهي ملتزمة بالثوابت التي تأسس عليها التعاون وفي مقدمتها أن السيادة السورية أولوية والوحدة السورية أولوية. لما الرئيس السوري عم يحكي عن التفاهم الروسي التركي وبيشرح وظيفة هذا التفاهم أن هدفه كان إسقاط نظرية التدويل التي دعت لها ألمانيا وإسقاط المحاولة الأمريكية في تشجيع الأتراك على مزيد من التوغل في الجغرافيا السورية،
والرهان على التلاعب بالعنوان الكردي واتخاذه غطاء لتفتيت الوحدة السورية، وأن هذا التفاهم الروسي التركي هو جزء من معادلة متفق عليها مع روسيا، يعني دولة سورية جزء ضمني من هذا التفاهم. طيب، فإذا المستند إلى هذه الثقة في العلاقة مع روسيا وإيران بنفهم معنى يعني هاللغة القوية في الحديث عن تركيا وأمريكا لما بيحكي عن التحدي مع الأمريكيين حول النفط، وبيقول إنه هذا الحكي حول النفط بالنسبة لأمريكا هو فضيحة لطبيعة التفكير الأمريكي. وطبعا هو بين هلالين بياخد يعني فرصة ليحكي عن الرئيس الأمريكي، بيقول أفضل رؤساء أمريكا هو ترامب لأنه لا يخفي المحركات الفعلية للسياسة الأمريكية، لا بهمه الأكراد ولا بهمه مكافحة الإرهاب، بهمه النفط، ونحن هذا النفط نفطنا ولن يكون للأمريكيين وسنسترده بالسياسة أو بالقوة. واضح أنه مبارح الأكراد الكلام اللي طالع عنهم بأنه هم يعني يتجهون للتفاهم مع الدولة السورية حول مستقبل السيطرة على النفط، أن تكون بعهدة الدولة السورية، أنه الأمور مش مجرد موقف سياسي بل هي خطة عملية سوف تضع آلية الوصول إلى اللحظة التي تستعيد فيها الدولة السورية سيادتها على مواردها النفطية. اللغة اللي حكى فيها عن الرئيس التركي مبين أيضا هي لغة القوة، يعني لما بيقول أنه أنا لما عمول عنه لص المصانع لأردوغان ولص النفط والآن هو ولص الآثار والآن هو يحاول أن يعني يسرق جزءا من الأرض السورية، أنا عم وصفه، أنا مش عم بشتمه، ولكن يميز بين تركيا وإسرائيل وبيقول أن تركيا بالآخر هي دولة جارة ودولة نريد أن نقيم معها أفضل العلاقات رغم كل ما فعله أردوغان. ولذلك إدارة الصراع مع الاحتلال التركي تختلف عن إدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ويفتح قوسين ليقول إن المقاومة الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي باتت ضرورة شعبية ووطنية. هذا كلام لازم نحط تحت منه ثلاث خطوط حمر لأنه يؤشر لطبيعة المرحلة القادمة. حكى عن الشمال الشرقي، واضح أن عنوان الشمال الشرقي اللي هو شرق الفرات الإمساك بيد الأكراد وجذبهم، وواضح أن هذا الأمر قد قطع شوطا مهما جدا، ومدافع عن الأكراد قايل في بعض القيادات عميلة لأمريكا وباعت سوريتها، لكن القيادات الكردية الأساسية تدافع عن وطنيتها وعن التزامها بسوريا. هذا كلام الحقيقة له أبعاد، يعني أنه معناتها في تفاهمات قد قطعت شوطا وتقطع شوطا أبعد مدى في المرحلة القادمة. على إدلب حكى بوضوح أمام ثلاث مسارات هي التي سوف تكون متاحة، إما أن تأخذ تركيا جماعة النصرة معها الجماعات المسلحة والإرهابية، وأي هذا احتمال وأمامه فرصة، وإما أن يدخل هؤلاء في جزء من التسويات، ونحن جاهزين نسوي أوضاع فردية للناس اللي بتترك السلاح وبدأ يعني بقوانين العفو بقوانين إعادة الهيكلة لبعض أشكال الدفاع الشعبي والدفاع الوطني وسواها، وإلا فالحرب. وأنه هاي ثلاث خيارات الحسم بيناتها أو المزاوج بيناتها، يعني ممكن يكون بعضها بدون الحرب لا حسم معه، وبعضها له فرصة التسوية، وبعضها الثالث فرصة الرحيل إلى تركيا. فإذا نحن قدام استراتيجية واضحة عند الرئيس الأسد، سوريا رسم للشمال الشرقي استراتيجية مبين أنه خلال 3 شهور 4 شهور بدأت تكون نتائجها متبلورة، للشمال الغربي اللي هو إدلب استراتيجية أيضا خلال 3 شهور 4 شهور نتائجها متبلورة، للجنوب أي للمواجهة مع إسرائيل كمان الاستراتيجية متبلورة. يبقى للداخل، في الداخل أعطى يعني أكثر من نصف الحوار لمسألة بناء الدولة ومكافحة الفساد وعملية إعادة بناء التكوين الاجتماعي الجديد وكيفية إعادة الإعمار وعودة النازحين ودور الإعلام، يعني مبين نحن قدام برنامج بناء الدولة. وهون فتح الباب للحديث عن اللجنة الدستورية، وقال إنه هذه اللجنة الدستورية تعبر عن حوار وطني وطني سوري، وهذا الكلام كمان مهم لأنه ما عم يعتبر اللجنة الدستورية هي مناورة سياسية، وعم يعتبر أنه ما تخرج به اللجنة الدستورية سيكون موضع قبول حتى لو كان دولة دستورا جديدا، مع نقطة فاصلة، الانتخابات لا علاقة لها لا باللجنة الدستورية ولا بالأمم المتحدة،
الانتخابات، أي انتخابات في سوريا ستكون تحت إشراف الدولة السورية. هلأ بنجاب مراقبين دوليين، هذا موضوع تاني، لكن الإشراف، في فرق بين الإشراف وبين المراقبين، وفي ناس مرات بيخلطوا بين الأمرين. الإشراف يعني انتداب، يعني إذا الأمم المتحدة تشرف على الانتخابات يعني ما في دولة سورية. إشراف على الانتخابات بعد شوي عم تقول فصل سابع. أما المراقبين الأمميين ما في مانع، مش بس مراقبين أمميين، جمعيات حقوق إنسان ومنظمات حقوقية وسواها. أنا الخلاصة التي أصل إليها أنه مشروع الدولة السورية عرض بشكل متكامل من قبل الرئيس الأسد في هذا الحديث على كل مستويات عملية إعادة البناء العسكري والسياسي والاقتصادي، على مستوى استرداد الجغرافيا، على مستوى كيفية مواجهة وآلية مواجهة ووضوح الرؤية لمواجهة المشكل الأمريكي والمشكل الكردي ومشكل إدلب ومشكل الجنوب أي الجولان. وهذا بيعني والثقة بأن هذه الرؤية تسير قدما، وخطة بناء الدولة والحوار والانفتاح على نتائجه والدستور والانتخابات. طيب إذا هذا هو حال سوريا، وأنا بقول أنه بالتجربة ثبت معنا، مش عم بحكي عن حالي، أنا حدا من الأول مؤمن بأنه الرئيس الأسد ينتمي إلى جيل من القادة النادرين الاستثنائيين، سواء برؤيته أو بشجاعته أو بقدرته على تحويل الرؤية إلى خطط عملياتية وأخذها إلى حيز التنفيذ. لكن عم أقول حتى الناس اللي عندهم تساؤلات، في تجربة 10 سنين 9 سنين قالت أنه ما في شيء بدأ فيه، لما بدأ الرئيس الأسد بأول خطاب على مدرج الجامعة بدمشق بحزيران 2011 وحكى عن الإرهاب وحكى عن المؤامرة، في ناس كتير قالت وشو هالحكي هذا كبير كتير، في ثورة وفي معارضة وفي شعب وفي ناس. اليوم كل العالم عن شو عم تحكي؟ شو التوصيف اللي عم يعطوه؟ حتى الأمريكان بيقولوا حرب على الإرهاب، ما عاد حدا عم يحكي بشي تاني في سوريا. وبالتالي الرئيس الأسد سواء في رؤيته وقراءته أو في إدارته اللي كان مش باقي معه غير 25% من الجغرافيا السورية، اللي قدر يقدم ما يثبت لروسيا أن تغيير الجغرافيا السياسية الدولية مش بس الإقليمية يتم من سوريا، وتغير روسيا نظرتها من اعتبار ما يجري في سوريا هو حراك إصلاحي ضمن موجة إصلاحية تغييرية تعم العالم العربي، إلى أن تدرك بأن الذي يجري هو حرب وهو مشروع إرهاب وهو تفتيت وهو تغيير لخارطة الجغرافيا السياسية الإقليمية والدولية. حتى إيران سياسات الرئيس الأسد كانت بنسبة 90% أساس في تغيير الموقف الإيراني، اللي ببداية الأزمة في سوريا كان ينظر لما يجري أنه جزء من صحوة إسلامية، يعني حتى كان شايف الإخوان المسلمين ببعد وبعين إيجابية ويسعى إلى إيجاد مصالحة بينهم وبين الدولة السورية على أساس هذا بأوي جبهة المواجهة مع إسرائيل. لاكتشفوا بخلال العام الأول أن هذا الرهان وهذه القراءة خاطئتين بعيدتين عن الواقع. ولو لم يكن الرئيس الأسد بقراءته للموقف الإيراني وبإدارته للقراءة الإيرانية وتقديم الوقائع، مش بس أنه يشرح لهم، لا، في جزء من عمليات العفو العام وقبول المادة 8 والاستعداد للقبول بحكومة ائتلافية مع المعارضة كان يقدمها الرئيس الأسد ويضعها بيد الإيرانيين، هنو عم يحكوا مع الأخوان، وبيد الروس هنو عم يحكوا مع المعارضة بتشكيلاتها، وبيد السماحة السيد لما كان بعده عم بشوف جماعة المعارضة بالنصف الأول من عام 2011، حتى يقدم البينة على أن الذي يجري لن يحله لا انفتاح ولا حوار ولا تنازلات ولا استعداد، طالما أن القراءة الأمريكية هي أنه بالمستطاع إسقاط سوريا، وبالتالي ليس أمامنا وأمامكم سوى أن نخوض المواجهة. وبالمواجهة، هذا بالقسم الأول، وبالمواجهة تقديم الوقائع والقراءة بالوقائع مش بالمعلومات، مش أنه يعد يشرح لهم، بالوقائع أن في سوريا شعب وجيش ملتفان حول الرئيس، مش أنه أنا عم بطلب منكم تعوا قاتلوا عني، الشعب تاركني والجيش متخلي عني وفرط الجيش وفرط الشعب وتعوا رجعوني مثل حالة أوكرانيا مثلا، لا، أن الجيش والشعب في سوريا بنسبة 70-80% يقفون وراء رئيسهم ويؤمنون بقراءته. واللي شاف التجارب قديش هلا حجم الشهداء بكل بيت في سوريا، بكل قرية في سوريا، حجم التضحيات الذي قدم، عداد الجيش، يعني أي مرحلة بلغ في ذروة التعبئة العامة أثناء المعارك الكبرى،
مع قوات الدفاع الوطني والشعبي وسواها وأشكال التعبئة الشعبية المختلفة، وبالتالي شعب الجيش مع الرئيس أنه هذا أمر مشجع بالنسبة للحلفاء، حتى تحول الدفاع عن سوريا إلى قضية لم يكن في حساب الأمريكيين أن يبلغها، قضية روسيا الأولى في مفهوم أمنها القومي، وقضية إيران الأولى في مفهوم أمنها القومي، وقضية المقاومة الأولى في مفهوم الدفاع عن وجودها. وبالتالي لما هالقراءات وهالإدارة بتمن سنين تسع سنين قالت النتائج، أنا أقول ليس من مبرر للتدقيق فيما إذا كانت القراءة التي سمعناها قبل يومين والإدارة التي عبرت عن ذاتها برؤياها وبتصوراتها لما سيأتي تحتاج إلى إثبات الصحة والصواب، فهي حكما تنتزع جدارة الإقرار لها سلفا بالصحة والصواب. طيب فإذا كانت سوريا رايحة هيك، إذا كان اللي كان عم يحكي ترامب عن أنه يعني بده يؤدب وبده يعمل وبده يغير، تذكروا خطاباته يعني اللي فيها الكلام البذيء عن الرئيس الأسد وفيها وفيها وفيها، بيطلع بقتل البغدادي بشيد بتعاون سوريا، وطبعا الرئيس الأسد قال هذا كذب، نحن ما كان لنا ولا دور، لكن هو بده يتمسح فينا ويتمسح بغيرنا ليبين أنه القصة كانت يعني على مستوى دولي وإقليمي وأنه لها مصداقية في خدمة الحرب على الإرهاب، وفند أنه بالآخر يمكن يكون الأمريكان عنده المشروع حدا بديل هلأ للبغدادي ليرجعوا يركبوا صيغة جديدة لاستخدام داعش أو تغيير اسمها كما فعلوا في مرات عديدة. بالتالي هاي هي سوريا، هذه هي وجهة سوريا. طيب إذا قلنا هاي وجهة سوريا اللي الأمريكي لا يملك قدرة منع حدوثها، ما عنده إمكانية، شو بفيده؟ يعني ليش بده يرمي بثقله لا يعمل معركة بلبنان هو بيعرف أن ثقل التأثير في لبنان سوري، هاي حدود وجغرافيا وتداخل، ما هو كان رهانه على التأثير في لبنان أنه باخد سوريا بقطع حزب الله عن إيران. طيب إذا سوريا مش معك وإمداد حزب الله عبر العراق من إيران ماشي ماشي، مال وسلاح واللي بدكن إياه، طيب الرهان بلبنان أنت عم تقاتل من البحر المتوسط صرت، يعني عدا عن أنه ما بيقدر حدا يقول أنه يعني ما نشهده في لبنان هي معركة أمريكية صافية، لأنه واقعا لما بيكون الشعب في الساحات تحت عناوين اجتماعية وتحت عناوين مطلبية، حتى لو جرى الاحتيال على استعماله بالإعلام وببعض القيادات وببعض الشعارات السياسية، بس بالآخر هذا منه مجموعة عملاء، هذا الشعب اللبناني أو نسبة كبيرة من الشعب اللبناني أو نسبة معقولة من الشعب اللبناني، لما بدأت الضائل تصير هي نسبة المنضبطين تحت الراية الأمريكية تفقد فعاليتها. لتبقى فعالي لازم يبقى إلى طابع شعبي، وليبقى إلى طابع شعبي لازم تضل مبعدة عن العناوين الأمريكية باستهداف المقاومة وباستهداف تغيير توازنات القوى. وهي إشكالية الأمريكان بلبنان، أنه إذا أرادوا أن يكون الحراك شعبيا وبالتالي شاملا وبالتالي مؤثرا وفاعلا، فعليهم أن يتخلوا عن استخدامه وتوظيفه لخدمة أهدافهم المباشرة، يكتفوا بأن يكون عنصر إقلاق مشترك، يعني عنصر إرباك إلنا ولهم، عنصر لجعل ساحة ساخنة، ساحة ساخنة ليقولوا لنا تعوا نحن وياكم نتعاون لنهديها، وهذا هو المشروع. وأنا رأيي ليش عمول هذا هو المشروع، لأنه في ذروة هذه الأزمة أنا متأكد من شيء غير الكلام اللي قالوه الإسرائيليين حول موضوع الصواريخ الدقيقة، أنه بشكل علني قالوا أنه باللقاء مع اليونان قالوا أنه ما يعني تمنوا على الحكومة اليونانية ألا تقدم أي مساعدة للحكومة اللبنانية في أزمتها المالية وسواها إلا إذا التزمت الحكومة اللبنانية بمعالجة أمر الصواريخ الدقيقة. وأنا رأيي الخبر كل الهدف منه هاي الخبرية، لأنه لا اليونان عنده إمكانات يساعد ولا هو بوارد يساعد، ولا مساعدته إذا تمت راح تكون هالشيء الكبير اللي بيغير معادلات لبنان اللي واقع تحت 100 مليار دولار دين. لكن الهدف هو تمرير هذه الجملة، هذه الجملة هي التي عرضت على الروس. للي بده يفهم شوية القصة، هاي القصة يبقى لبنان متأرجحا على الحبال، شعب مقهور نعم، غاضب نعم، طبعا هلا قدرته على ممارسة الغضب بسبب سوء التصرف فكفكت كثير من الشرائح، يعني ما عاد الوضع مثل ما كان في أيامه الأولى،
وبالتالي سبب لأنه ضيعت الطاسة انفات على موضوع استقالة الحكومة، تم تلقفها لأنه هذا كان المطلوب، ولا بنحكي عنها بس نجي للبنان. بس عمول هاي بلبنان سقفها هو ما أرسله الأمريكيون للروس طلبا بأن يكونوا وسطاء في تفاوض مع حزب الله، وطبعا الروس أقفلوا الباب وحزب الله مش وارد عنده النقاش في الموضوع، وجاء الرد في صاروخ المقاومة على طائرة الاستطلاع الإسرائيلية. شو بعتوا الأمريكان للروس؟ ادخلوا في الوساطة بيننا وبين حزب الله، انهاء ملف الصواريخ الدقيقة في لبنان مقابل رفع العقوبات وإنعاش لبنان اقتصاديا بالمباشر. وممكن الحلواني للروس تكون هي الانسحاب الكامل من سوريا الأمريكي. هذا موضوع طبعا تغيير يعني جيو استراتيجي بكل معادلات الصراع مع إسرائيل، مش وارد عند المقاومة أن تساوم على صواريخها الدقيقة التي تشكل قلب يعني توازن الردع. وبالتالي رح يضل الأمريكي أنه هاي الحالة ساخنة، فينا نحن وياكم بالتعاون نهديها. لا الأمريكي فيه هديها بالكامل، ولا محور المقاومة فيه هديها بالكامل. الأمريكي عنده المال ومحور المقاومة عنده الأمن، وبالتالي بدون الأمن والمال ما في إمكانية لتهدئته. السياسة إما بدها تأخذها على الاشتباك مع الأمريكي وبصعد ماليا بزيد الانفجار، والأمريكي إذا بده يأخذ يعني يتولاها في مواجهة المقاومة فبالتالي بده يأخذها على الصدام الأمني مع المقاومة تحت عنوان السلاح، وبالتالي هذا يؤدي إلى فقدانها شعبيتها، وبالتالي استمرار شعبيتها يتوقف على حسن إدارتها من جهة، ولكن بالمقابل على أن يبقى الأمريكي بعيدا عنها بشعاراته، وأن لا تتوجه في مواجهة المقاومة مباشرة، وأن لا تفتح الملفات السياسية الأساسية في الاستقطابات الإقليمية، وبالمقابل في ألا تكون جزء من يعني المطية التي يريد الأمريكي استخدامها في مواجهة المقاومة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. هون بدي فوت أنا على كلمة السيد سماحة السيد الأخيرة اللي كتار عم يقروا فيها أنه البعض من موقع المديح والبعض من موقع الشماتي، اللي من موقع المديح عم بيقول أنه منيح أنه السيد رجع انفتح على الحراك وخاطبهم بطريقة إيجابية واحتوائية وتطمينية، ووضح بأنه هو لا يستعدي الحراك ولم يطلب منه التوقف وإلى آخره، واللي بطريقة الشماتي عم بيقولوا أنه الشعور بالقلق والخطر بعد استقالة الحريري عم بيخلي سماحة السيد يقرب من الحراك لأنه ما في قاتل على الجبهتين. واثنين بكل موضوعية عم لكون ما بيعرفوا يقروا من السياسي شيء، لأنه أي كلام سياسي لمكانة ومهابة وموقع سماحة السيد إلى وظيفة. يعني سماحة السيد قاعد بقلب صراع الكلمة تاعته مرق فيها سطر عن موضوع الصاروخ النوعي الذي أطلقته المقاومة على طائرة الاستطلاع الإسرائيلية، سطر صار لإسرائيل من لما خلصت المقابلة خلصت الكلمة لهلا ما هديت إعلاميا هي وتحلل هالسطر. واللي بيقول الأفضل ما بقى تطلع طياراتنا فوق لبنان، واللي بيقول لازم نسلك طرق أخرى، واللي بيقول لا فلتكن المواجهة، وتحليلات طويلة عريضة، لكن كلها تقول إن هذه الرسالة تقول بأن الحديث عن ملف الصواريخ الدقيقة قد أصبح وراءنا، وعليكم الآن التعامل مع ما هو أحدث وهو شبكة الدفاع الجوي. طيب هاي أخذت سطر في خطاب السيد، معناتها اللي قاعد بقلب المعركة مع إسرائيل وبقلب المعركة مع أمريكا اللي بده يقرأ الخطاب بده يعرف يقرأ بحركيته، بده يعرف يقرأ أنه هاي الكلمة الثالثة لسماحة السيد في الحراك. الكلمة الأولى كانت ب19 الشهر، الحراك بلش ب17 يوم خميس، السبت أطل سماحة السيد. شو كان السبت؟ معركته مع مين؟ اللي بيقرأ النص تاع السبت بلاقي معركة سماحة السيد كلها مع الحكومة، بلاقي كلام سماحة السيد عم يحكي عن الأسباب المشروعة، عم يحكي عن الغضب المشروع، عم يحكي عن الظاهرة التي لا يمكن تفسيرها بالمؤامرة، عم يحكي عن تراكم الفساد، تراكم الاستهتار، التوهم بأنه بالإمكان فرض المزيد من الضرائب، وأنه الشعب نايم، وأنه الشعب رجع انتخبنا عدة مرات ومرقنا عليه ضرائب ومرقت. وبالتالي كانت الخلاصات والدروس والاستنتاجات والمهام
كلها موجهة للحكومة. خطابه ب 19 شهر كان أنه وقف من موقع الحراك يخاطب الحكومة. ليجا حملهم وراح فيهم على الحكومة، يعني ممثلوه وحلفاؤه والحوارات التي أدارها مباشرة أو عبر قيادات حزب الله مع كل القوى الأخرى للوصول إلى يوم الاثنين ب 21 اللي طلعت فيه الوراء الإصلاحية، اللي هي استقواء بالحراك وبمضمون خطاب السبت، واللي شرح فيه قال ليش نحن ما فينا ننزل، ونحن إذا يعني نحن أفضل أنه تبقوا أنتوا لحالكم لأنه وجودنا عبء عليكم، يعني اللغة اللي فيها لغة الشراكة مع الحراك خلينا نقول. لكنه ناقش بوضوح أن الوظيفة مطلبية وما راح أبعد من هيك. لما تنين طلعت الورقة الإصلاحية وكان يراهن أن تلقى هذه الورقة الإصلاحية نوعا من التلقي النقاش والتفاوض داخل الحراك، وإجا كلام رئيس الجمهورية وراء كمان بدأ أن الحراك قد خطف. ليش خطف؟ لأن الحراك اللي كان السبت عم بخاطبه السيد بلغة تعوا سوا نضغط على الحكومة لننتزع منها التنازلات، نجح السيد بانتزاع التنازلات لا هو للحراك، يعني لمشروعه الأصلي مع الحكومة بمفهوم الضرائب والموازنة وإلى آخره، وللحراك لأنه هاي المطالب التي كان يتحدث عنها الحراك، كان عم يتحدث عن مكافحة الفساد، كان عم يتحدث عن العفو العام، كان عم يتحدث عن ضمان الشيخوخة، كان عم يتحدث عن عدم فرض ضرائب جديدة، كان عم يتحدث عن عجز الموازنة، كان عم يتحدث عن رفع السرية المصرفية. طلعوا هو كلهم بالورقة الإصلاحية. بدل ما يكون الجواب لا نثق بالحكومة ولذلك سنبقى في الساحات لنضغط من أجل تتبع الرزنامة التي حددتها الحكومة، ورجعوا تذكروا بالورقة الإصلاحية في رزنامة، والرزنامة أصر عليها سماحة السيد أنه بتاريخ كذا بصير كذا، بتاريخ كذا بصير كذا، إقرار قانون، صدور قرار، فتح القروض السكنية إلى آخره، أنه بها المواعيد نحن بدنا ندعي إلى من هلأ يوم كذا ويوم كذا، هني في 10 مواعيد تقريبا محددين بالرزنامة لنهاية شهر 1 2020، يعني 3 أشهر، تشرين تاني وكانون أول وكانون تاني، فيهم شي 10 مواعيد، بها 10 مواعيد نحن كل الشعب اللبناني سيكون في الساحات لنحاسب نفذ أم لم ينفذ. اللي حدث أنه الإعلام والسياسي والأمن والسفارات والجهل يمكن والقصووية والبساطة أوصلت إلى أن يكون شعار استقالة الحكومة غالبا على شعار المراقبة والمتابعة والمحاسبة، وكان شارح السيد خطورة استقالة الحكومة. رجع السبت شو حكي؟ صار قدامه ضغط شعبي باسم الحراك عم ياخد الناس على 3 عناوين. العنوان الأول اللي اسمه إسقاط الحكومة، والعنوان الثاني اللي اسمه قطع الطرقات، والعنوان الثالث اللي اسمه كلكن يعني كلكن. وكان مبين انه كلكن يعني كلكن تستهدف المقاومة والسيد حسن بالتحديد بصفته أبهى وأنقى ما قدمته تجربة العمل السياسي في لبنان طوال قرون مش طوال عقود، واللي بده يزعل يزعل. هو 3 أوجه للتصعيد جعلت خطاب سماحة السيد يقول 1 في مواجهة كلكن يعني كلكن، اللي هي مشروع الفتنة، مشروع الاشتباك مع جمهور المقاومة، قال لجمهور المقاومة اطلع كي لا نكون شركاء في صناعة الفتنة. 2 استقالة الحكومة يا شباب رح تؤدي إلى الفراغ، رح تؤدي إلى الفوضى، إذا استقالت الحكومة بلبنان سقوط الحكومات هو أسهل شيء، لكن تشكيل الحكومات هو أصعب شيء، وإذا ما بتكون حدا من الطبقة السياسية هذا الأمر ما هو سهل، هذا الأمر مش سهل نقدر نلاقي حدا يجمع عليه، وإذا بتكون ترجعوا لحدا من الطبقة السياسية هذا بيسقطكم أخلاقيا لأنه أنتوا عم تقولوا كلهم، وبالتالي أنتوا عم تاخدوا حالكم وتاخدونا وتاخدوا البلد إلى مشكل. طيب بدأ أن على الطرف المقابل رئيس الحكومة الجاهز للتلقي
رئيس الحكومة الذي ليس بعيدا من خلال العلاقات والاتصالات والقدرة على التواصل، ليس بعيدا عن هذا الذي يجري في الشارع. وبالتالي جاءت الاستقالة. الخطاب الثاني كان هدفه منع الاستقالة، وعلما كان مبين انه الورقة الاصلاحية طلعت التنين، سمحت سيد طلع تاني مرة ب 25 الشهر، يعني يوم الجمعة 19 السبت 25 يوم الجمعة، وما كانت الحكومة عاملة ولا اجتماع، كان لجان، كان عساس الجمعة الحكومة عندها اجتماع، ما تم الاجتماع. من الجمعة للثلاثة الرئيس الحريري عم بمهد للاستقالة. لما تمت الاستقالة وجدت إطلالة سماحة السيد الأخيرة أمس بواحد 11، اجت هذه الاستقالة، يعني اجت هذه الرسالة، هذه الإطلالة لسماحة السيد بعدما وقع المحظور. تمت الاستقالة، شو بدك تقول له للحراك؟ ما عادش ينفع الحراك، ما عاد في إمكانية انه يلجم الاستقالة، ما تمت وخلصت. ونزلت ميليشيات المستقبل على الساحات وبلش الحديث عن إعادة تعويم الرئيس الحريري لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، وبلش في عفو عند الحراك، مثل العفو اللي طلع من المجلس النيابي عن سمير جعجع، طلع عفو من الحراك عن الرئيس الحريري، وانه بلش تلميع صورته وتهيئته ليكون. لذلك ما عاد النقاش مع الحراك اصلا، كان واضحا انه كلمة سماحة السيد هي القول للحراك انه ماشي الحال، لا حول ولا قوة الا بالله، ما رديتوا علي وصلتونا لهون، يا اخي كملوا، لكن انتبهوا لامرين، الشتائم وقطع الطرقات. ما طلب من الحراك شيء تاني، ولا اعتبر انه الحراك سيكون هو القوة التي يستند عليها من اجل متابعة المسيرة، لانه المسيرة صارت بمحل تاني، المسيرة صارت في تشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي بيكشف أوراقه في الحكومة الجديدة؟ لا، ما بيكشف أوراقه، لأنه جزء من هذه الأوراق لا يجب أن يعلمها الذين يقفون مقابله في تشكيل الحكومة. يعني الرئيس الحريري ناطر ليسمع السيد أنه في بيسميه والله ما بيسميه، أنه معادلة الحكومة التكنوقراط مقبولة والله مش مقبولة، أنه حكومة سياسية والله مطعمة، والله أنه جبران باسيل خط أحمر، والله لا في إمكانية لحكومة بدون جبران باسيل، ما رح يعطيه هذه الأجوبة. اكتفى بالحديث عن الماهية العامة للحكومة، حكومة سيادية، حكومة نظيفة، حكومة تضع نصب أعينها أن تعالج المشاكل، أن تلاحق الفساد، أن إلى تلبي تطلبات الشعب، وأن تكون حكومة وطنية بامتياز، حكومة غير تابعة للخارج. والآن والمعركة انتقلت إلى مكان آخر، وهون بدنا نسجل انه الحراك همش نفسه بمجرد انه رفع شعار استقالة الحكومة، وضع مصيره بيد الرئيس الحريري، والرئيس الحريري قايض الاستقالة بالحصول على ضمانات بالعودة، ضمانات ما بياخدها من الناس افراد بالحراك. هلأ انا بدي اسألكم، طلعوا على ساحات الحراك لما بينقال انه جماعة بيروت طالعين على طرابلس نهار السبت، وجماعة طرابلس نازلين على بيروت يوم الأحد، هذا بدل على شو؟ هذا بدل على أنه ما عادش في عدد كافي، لا يعبي ساحة طرابلس ولا يعبي ساحات بيروت. وشفنا مبارح أول مبارح بالكاد برياض الصلح في عشرات المساء، وبساحة الشهداء بالكاد عشرات، هاي الساحات اللي كانت تمتلئ بعشرات الآلاف وبأيام معينة فوق 100,000، هلا اني بيقولوا مئات الالاف. طيب عاد اذا مشينا معكم بمئات الالاف، وينهم ضمور الساحات؟ مش فقط لانه الناس تعبت، وكنا نقول لهم ما يردوا. طيب اذا تعبت مصيبه، معناتها قياده الحراك فاشله، لانه كنا نقول لهم من الاول قدره الناس على الاحتمال من 10 الى 15 يوم، لا تستنزفوها. مش في ناس كمان انقلبت لأنه بسبب قطع الطرقات والإدارة السيئة والاعتداء على كرامات الناس على الطرقات وإذلال الناس على الطرقات والتمييز بين طائفيا ومذهبيا على الطرقات، هاي حقائق ما حدا في يغطيها ويقول لا، ما بأنه الحراك عم يحكي بنحن لا طائفية معناته السلوك كله كان غير طائفي، مش صحيح. وفي ناس انقلبت على الحراك لأنه لم ينضبط
باللغة المهذبة التي تليق به في التعامل مع الرموز والقيادات سواء مسيحيا أو إسلاميا، وبين أنه ما في إنصاف بقيادة الحراك وشعاراته، لا نجاب سيرة جنبلاط، لا نجاب سيرة جعجع، حتى الحريري من جاب لك السنيورة من جابت سيرته، تركيز عم بيتم على السيد والرئيس ميشيل عون وجبران باسيل، يعني هذا تركيز 14 أذار. ما في الحراك يبيع الناس وطنية عابرة للطوائف وبعيدة عن التموضع السياسي وهو غرقان بقلبها، وبالتالي في ناس على هذا الأساس تركت. طيب هذا الضمور أنا أقول أن معه ضمور آخر. ليش عم أقول معه ضمور آخر؟ هو ضمور الممولين وضمور المقررين. من بعد استقالة الحريري نعطى يومين لهمروجة تعويم الحريري كمرشح رئاسة حكومي جديد بضم جمهوره إلى الساحات وانفلات جمهوره في الشوارع وقطع الطرقات وإلى آخره، ثم بلش يتنفس الحراك. هذا التنفيس، وأنا اللي بده يسأل شو دليلك؟ بلو طلعوا على النقل المباشر، هاي التلفزيونات اللي ضلت 15 يوم نقل مباشر نقل مباشر نقل مباشر، فجأة بقدرة قادر رجعت عن مسلسلات، مسلسلات قديمة. هذا شو بيفسر؟ وما عادت عم تعاطى مع الحراك إلا خبر عاجل إذا صار حدث، ومرات ما عم ينقلوا، ونشرات أخبار. وقف النقل المباشر أنتم بتعرفوا أنه يعني تمويت الحراك، لأنه 90% من حضور الحراك كان جاي من وراء النقل المباشر، 90% من حشود الحراك جاي من وراء النقل المباشر. ومع النقل المباشر في إكمالة عدة، مع النقل المباشر في ستيج وفي دي جي وفي فنانين وفي حفلات رأس وفي مغنين من طراز أول بيجوا، ساعة بيجي مارسيل خليفي وساعة بتجي أليسا وساعة بتنزل ماجد الرومي وإلى آخره. هذا كله انتهى. طيب مين نهى؟ مين وقفوا؟ ما إذا الحراك هلأ كان عاطي 48 ساعة لتشكيل الحكومة، قديش صار مارق دخلكم من يوم استقالة الحريري؟ استقال الثلاثة، نحن السبت، في 5 أيام 4 أيام راحوا 48 ساعة، صاروا 48 تان، وبعد بيمروا بعد ما في استشارات نيابية، بعد ما تحددت. بالتالي تمويت الحراك مبين، وهذا هدفه الأخذ الحرية بعملية التشكيل الحكومي والتفاوض على التشكيل الحكومي. من هون المشهد اللي قدامنا إذن واضح فيه أن التلاعب بالحراك قد تم، وأن سماحة السيد غير معني طبعا بتدفيع الحراك ثمن الأخطاء التي ارتكبت أو الانحراف الذي تم بوعي من قبل الممسكين به، لأنه هو ناسنا، هؤلاء ناس طيبين نزلوا بدهم تحسين أحوال وأوضاع ومكافحة فساد ونظام أفضل ودولة أفضل بجوهرهم بطبيعة مطالبهم، لكن تمت سرقة هذا الحراك وأخذه إلى مكان آخر بقوة تأثير لا تملك المقاومة القدرة على مواجهتها. اللي عم بلوم المقاومة وعم بيقولوا ليش ما قدرتوا أنتوا، طيب ليش غيركم سرقوا؟ لأنه ما عندنا 3 تلفزيونات، ولأنه ما عندنا منظمات المجتمع المدني اللي بتتمول على مدار السنوات بعشرات ملايين الدولارات لتبني شبكة منظمة قادرة إنها تتواجد بأهداف ومواضيع وعناوين تفصيلية تنفيذية كموضوع البيئة وموضوع المرأة وموضوع التعنيف وموضوع هاي موجودة وهي محضرة لمثل هذه الساعة. ما عندنا الجامعة الأمريكية اللي إجا رئيسها خطب بطلابها وأساتذتها وقال لهم إلى الحراك، وكلهم جزء من بنية المجتمع وعائلات المجتمع والجامعة اليسوعية، وبالتالي نعم الإمكانات مختلة، ما في توازن إمكانات. ولأن حزب الله موجود بالحكومة ويدير لعبة سياسية غاية في الدقة والحرج، ويعرف معنى سقوط الحكومة، وشعار الغضب بإسقاط الحكومة هو شعار تلقائيا سهل المرور والعبور، فبالتالي انت عم تطرح مقابيلة لا تعون تمسك بالحكومة تطلع عم تحمي الفساد. لكل هذا ما في إمكانية كان أن قوى المقاومة تدير وتمنع سرقة الحراك، لأن نحن وصلنا لمحل في هذا المحل عادت لعبة سياسية إلى مكانها. عظيم. هاي اللعبة أنا اللي بدي أشرحه بدون ما فوت بالتفاصيل. بلبنان حكومة تكنوقراط هي انتهاك للدستور. الحكومة بلبنان تعبر عن نتائج الانتخابات النيابية، لأنه النظام بلبنان
برلماني ديمقراطي اللي بده حكومة تكنوقراط بيروح على نظام رئاسي، رئيس ينتخب من الشعب مباشرة، وبيجوا الوزراء معاونين تقنيين، لكن القرار السياسي حتى بالوزارات وبكل وزارة في قرار سياسي بياخده رئيس جمهورية. هاي بأمريكا هيك، لبنان لأنه متعدد طائفيا، وإذا حتى لو ألغى طائفية رئيس جمهورية بيضل في قلق إنه الطوائف الأخرى شو إذا إجا مسلم المسيحيين شو بيفكروا، وإذا إجا مسيحي المسلمين شو بيفكروا. راحوا اللبنانيين صح أو غلط، لكن هذا هو الواقع، إلى صيغة تنقل السلطة لا رئيس جمهورية ولا رئيس حكومي ولا رئيسين جمهورية والحكومة معا، بل كل مجلس الوزراء. وبالتالي مجلس الوزراء بده يقرر السياسي الخاصة بكل وزارة بكل تفاصيلها. وبهالمعنى مجلس الوزراء يعكس شراكة الطوائف وممثليها في البرلمان بالقرار. ما في شيء اسمه وزير تكنوقراط وحكومة تكنوقراط بلبنان. الحكومة التكنوقراط بتركب إذا رحنا على انتخابات رئاسية من الشعب ونظام رئاسي على أساسه. هلأ إلغاء الطائفية وانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة وعلى أساس التمثيل النسبي، أي بتسمح ساعتها بأنه يكون عندنا حكومة تكنوقراط، بمعنى حكومة من التقنيين تمثل الأغلبية الفائزة. ساعتها ما عاد ما في خلل بالخيارات السياسية، ما بتروح تعمل حكومة وحدة وطنية وبتقول بدي أعمل تلت معطل عند هذا، لا منك مضطر لكل القصة. اللي بياخد الأغلبية بشكل الحكومة، واللي بياخد الأغلبية رح يكون ممثل بكل الطوائف. هاي المعضلة تجعل أننا الآن أمام حاجة لحكومة إدارة أزمة. نحن بمرحلة إدارة أزمة، إدارة الأزمة بدها توازن. هالتوازن عم بيتم الشغل بالكواليس بالتفاوض على كيفية ضمانه. أنا شخصيا أدعو إلى حكومة تقوم بالإعداد لقانون انتخابات، وأنا كتبت هذا الشيء يعني ما عم بفشي سر، بس أنا بكل أسف بقول أنه هذا بعده لحد هلا حظوظه قليلة، لكن أنا دعوت لهذا وتحدثت فيه مع كل مسؤولي القوى أو قادة القوى الأساسية في البلاد بلا استثناء. قلت تعوا لنروح، طالما النقاش يدور حول مصدر الشرعية، الشارع أم المؤسسات الدستورية، وهناك طعن بشرعية المؤسسات الدستورية، وهذا معنى بدنا يسقط البرلمان ورئيس البرلمان والحكومة ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. يعني لم تعد المؤسسات، إذا الشارع عم بيقول هيك ومنعتبر هذا الشارع يمثل الشعب اللبناني، إذا أنتوا هيك عم بتقولوا، فإذا ما بصير الحل نقول نمشي شو بده الشارع، بصير الحل نقول نعيد بناء المؤسسات الدستورية من جديد. كيف؟ نحتكم للانتخابات. هون أم المصادر هي مجلس النواب. رئيس مجلس النواب من وين بيجي؟ من مجلس النواب. فأنا لا فيني أنا سقطه، لا فيني أنا طلعه، لا فيني يقول بيبقى ولا فيني يقول بفل. فيني يقول بنعمل انتخابات نيابية جديدة، والرئيس الذي ينال أغلبية المجلس النيابي الحالي أم سواه يبقى رئيسا لمجلس النواب. منكون جاوبنا على سؤال اللي عم بيقولوا يسقط رئيس مجلس النواب، نقول له اسكتوا، كلمتكم لا تعبر عن إرادة الشعب، لأنه رجع الشعب انتخب نوابه على أساس القانون الجديد، وأعاد النواب انتخاب الرئيس نفسه. رئيس جمهورية إذا ما طلع تلتين بمجلس النواب مستعدين يعملوا تعديل دستوري يقصر ولايته، مين بيقدر يقول ساعتها أنه مجلس النواب أنه رئيس جمهورية لا يمثل ورئيس جمهورية غير دستوري؟ وبالتالي أنا دعوت لحكومة مش من غير السياسيين ومش غير سياسية، من غير المرشحين للانتخابات، حكومة ترضي القوى السياسية الأساسية، لكن هذه الحكومة تكون مدعوة لمكافحة الفساد، وضع خطة مكافحة فساد كاملة تنجز خلال 6 شهور، بمعنى فتح ملفات 30 سنة الماضية للألف اسم الذين تولوا الشأن العام، قضاة وضباط ونواب ووزراء ورؤساء ومدراء عامين، وبذات الوقت تضع قانون جديد للانتخابات وتحدد موعد للانتخابات. هلأ ما أخذ به خلينا نشوف لوين بتروح الأمور وشو بتكون طبيعة حكومة إدارة الأزمة، لكن أيا كانت أنا أقول أيا كانت، أسوأ شيء أن تكون حكومة برئاسة الحريري وليس فيها أوزان سياسية من الصف الأول من التيار الوطني الحر ومن المقاومة. هذا أسوأ احتمال، هذا لا يقلقنا ولا يخيفنا، لأنه لا يغير شيئا في التوازنات، يلقي على الرئيس الحريري مسؤولية الالتزام أمام الشعب بتنفيذ رزنامة
يعني قد يكون الآن، الآن أنا إذا بتسألوني أنه إذا ما بدك تروح حكومة انتخابات وما في حكومة مكافحة فساد والرئيس الحريري الحراك أبلان فيه، أنا بقول له شكل الحكومة اللي بدك إياها، خلي يحمل مسؤولية هذه الأزمة. نزل الدولار بننزل، طلع الدولار بننزل على الشارع، ما في بنزين بننزل، خي ما بدنا نكون بالحكومة، نحن ما نكون مع الشعب. وبالتالي ما ليش عم أقول هيك؟ لأن عناصر القوة الاستراتيجية في مكان آخر، ولا تقلقنا ولا تخيفنا، وليس ثمة ما يدعونا هالقد للقلق، لا بالمواجهة مع إسرائيل ولا بالمواجهة مع أمريكا ولا بالمواجهات الداخلية. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، وسلام القدس لكم وعليكم دائما وأبدا.